انت احنا نكتشفها يعني سويه في المنتج هذا، نعم، لانه هذا المنتج هو اول منتج عالمي لما بيمش لي زون، والمنتج الوحيد ايضا. نعم. يعني نقدر نقول لك من الاسم تفهم او دو اوكسجين، نيج اظافر، اوكسجين اظافر. يعني دوك حنا كي نشوفوا ابي فري، نعطيك مثال بسيط، هذا البروتيكتور دونك هذا وحده حاصل على براءة اختراع. نعم. لأول مرة هذا يصنع. حاجة الأولى هو مصنوع من مادة الكيراتين. يعني لا فام اللي تيتيليزي بون نقول لك هذا واش وين نديروا هذا؟ هذا يندار فوق الضفر. نعم. التابليكا مباشرة فوق الضفر. هذا لو برينت؟ هذا نو، هذا سي ان بروتيكتور. شوفي كيفاش ان بروتيكتور كاريمون. ندير هكذا نسي. وي تفضل. تقدر دير حتى وحدك. اها. يجوا فيه ثلاثة تنحي الأولى. اها. هذا يندار افون لا كابسول ولا زوم هنا صحيح. Alors celui-là, il peut être utilisé pour trois raisons différentes. Non. Alors pour une personne qui part faire une manicure, juste un soin. Par la suite, elle ne veut pas mettre de vernis. Elle peut appliquer directement le stickers, ça endurcit l'angle, ça nourrit l'angle et en même temps, ça les protège. Et il y a d'autres personnes qui utilisent pour ne pas abîmer les ongles, qui mettent le stickers, on va dire appliquer ou la couleur. Du coup, on va dire le stickers, l'ongle est cadre intact. Et pour les personnes qui font la prière et qui peuvent l'utiliser et l'enlever le soir même. جيد، لأنه حقيقة سمعنا ونشوفوا لا بريونس يتسمى حتى لأنه هو المكونات تاعو بعد هي اللي تخليك في يعني كي تدخلي في هذيك لافيش تاعو ولا مسدياس اللي تخدمت به هو عبارة عن دي سوان كي تكملي لابوز مور لا ديبوز تنحي ديري تابليكي هو وحده هذيك صفورية هذيك الشوائب هذيك المواد السامة اللي تكون في الضفر صح 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 ولا راح يشرب لا حقيقة حقيقة بالوثائق والأدلة وجايزة على مخابر عالمية يعني على غرار لاس جياس يعني بالمخابر الدولية وعندنا حتى قلت لها مس دياس وجازت على المخابر هذا وحده قلت لك ينحي كامل هذيك السموم اللي تكون فوق الضفر نعم ويقعد يشد حتى شهر يقعد هذا يقعد هذا يقعد شهر ما يطيرش لا بالماء لا زعما نقولوا في البحر لابيسين بالكلور بكل مواد ما يطيرش نعم يشد حتى الامو وتابلي كي فوق ولا كولر تري بيان ابخي كي تحبي تنحي لا كولر داك شباب يعني تقدر تخلي يعيشك والله يديروا با كامل باسكو علاش من البريونس الله فاهم سورتو اللي تفارتيها شابين اكزاكت ديرهم بلا البريونس كي تحب دير لا كولر فوقه اي دارتها تحب تنحيها تنحيها وقت ما حبت تخليها 20 جور شهر تقدر تنحي لو فيرني ولا تنحي كاريمون لو ستيكر سي ان بي لوف ان فيت يسغوتير ديريكتومون تري بيان اي لونجلي ريست انتاكت ان دسو تري بيان كيما كانت